يقول السائل: لم أتحصل على تأشيرة بطريقة نظامية، لكنني تحصلت عليها بواسطة مبلغ معين، هل هذا جائز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. كان سألت قبل تفعل، أما بعد أن فعلت ماذا؟ إذا قلنا ما هو بجائز ماذا تعمل؟ فالآن فات الأوان، وعليك التوبة إلى الله عز وجل، ولا تعود لمثل هذا.